السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هذا سنجزه للتكلم عن المنتوجات اللي تصنعها لاجيكسيون بلاستيك، باسكو جاوني بزاف لي ميساج، الناس تطلب انه منتوجات اللي نقدروا نخدموها بهذه الآلة، وكيفاش نعرفوا هذا المنتوج اسكو نخدمه بلا بريس انجيكسيون ولا بدوتر بريس ولا دوتر تكنيك. دونك هذا الفيديو راح نتكلم في هذا الموضوع. راح جبت صور لبعض المنتوجات، ستان اكزامبل هكايا باش تعرف كيفاش تفرق بيناتهم، وبعد كي نعرض لكم المنتوجات هذه راح نوري لكم عفسه كيفاش تعرفوا اسكو هذا البرودوي مخدوم افيك لا بريس انجيكسيون ولا مخدوم دوتر بريس دوتر تكنيك. بون، المنتوجات تاع بلاستيك اللي جبتها اليوم، بون عندنا هذا لو بيدون اللي جينيرال نصيبوه في الفلومبالاج اليمونتير، يديرو فيه عسل كي يستخدمو يدير فيه الشوكولا، حتى نصيبو ولا يستعمل في لي بيدون تاع لي بانتور سميها. عندنا هادو بعض المنتوجات اللي في الصورة، وعندنا هادو المحابس اللي يستخدمو لي بيبينير باش يديرو فيهم الكور حتى نصيبهم في لاميزون. كيفاش لا تروازيام بوان اللي نهضر عليها، كيفاش نعرفوا المنتوجات اللي نخدموها بلا بريس انجيكسيون؟ حاجه سهله ماهي صعيبه. جبت لكم هذه التصويره، راكم تشوفوا من داير فلاش، راكم تشوفوا كوم ان بوان داكور، هذا لو بوان هو اللي يخليك تعرف اسكو نخدموها بلا بريس انجيكسيون ولا لا. حاجه سهله، معنا تروح للدار جينيرال مو قاعدنا طاسه ولا باسينه ولا تقلبها على راسها وشوف اللورا راح تصيب ان بوان في اللاكس تاعها، هذاك لو بوان سموه لو بوان دانجيكسيون. هذاك من ثم راح تدخل لا ماتير في الفلوم، يعني من ماشينه كي تجيك تاعها تدخل من ثم الفلوم، وبعدين ديسباتش كامل هذيك لا ماتير باش تعطينا لا فورم. دونك في لو فرواديس ممكن تكون البلاستيك تاعنا يدي في لا فورم تاعو، حيبقى فيها هذاك لو بوان. دونك حنا نسموه لو بوان دانجيكسيون، اللي بيه تقدر تفرق اسكو منتوج تاع لابريس انجيكسيون ولا دوطر تكنيك. باسكو الناس بزاف تحب تانفيستي، اسكو يسقسي يقول لك اسكو بلانجيكسيون ولا دوطر تكنيك. دونك رانا ديريجيناكم ان شاء الله كيفاش تعرفوا اسكو يتخدم بلابريس انجيكسيون ولا دوطر تكنيك. لو ديرني بوان اللي احنا نتكلم عليه، اللي كذلك بحثوا لي بزاف ناس يتسالوا، كيفاش نشري لا ماشين انجيكسيون؟ قول لي كاين وحده كبيره وحده صغيره سيفي. دونك كي تشوفوا في لا ماشين انجيكسيون حتسيبوها دو ريفيرونس الفوق مكتوب، تسيبوها النيميرو صادي 80 130 120 250 قدامها تي معناها لو طوناج. لو طوناج تاع واش؟ لو طوناج الاولى الوزن تاع المول، وشحال لا كونتيتي دو ماتير اللي احنا انجيكتيها كونتيما، ولا بريسيون اللي استخدمها في الانجيكسيون. دونك في لابريس انجيكسيون راح يصيرلنا حاجة بليتو انفيرس، باش انا نهضرو على واحد بالك اللي عندو حيجيب ديريكت ماشينة كبيرة معندوش مشكل، انا نتكلم بليس على الناس اللي عندها مبلغ مالي محدود مرتبط باش ميفوتوش. دونك واش دير؟ اول شي تروح دير كونسيبسيون تاع لو مول لوبجي تاعك، شحال ينجيكتي لا ماتير، شحال لا كونتيتي، شحال لازم لا بريسيون باش ينجيكتي، والوزن تاعها المول. تروح لو فورنيسور وعرف بزاف، تقول له انا شو يقول لك هاي لا ماشين تخرج عليك،
علاش في مسكم علاش لانه تخيل معايا ماشينة صغيرة نقولو 80 طن pardon oui 80 طن par exemple تجيب لها امو اللي دومو دي 120 طن شوف اولا بالك ما يقدرش يجي كتير كامل غير باسكو لا بويسونس تاع الماشين ما تقدرش ثانيتها ممكن فلوفيرتور اللي لا فورميتور دو مو راح تكون صعيبة باسكو الوزن تاع المول حتصيبو ثقيل بزاف دونك حيجي واعر انك لا بويسونس تاع الماشينه انها تفتحو تاع تغلقو دونك حدير لك مشاكل.